السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعي الكرام في هذه النشرة جوية خاصة بحالة الطقس. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب. نستهل نشاطنا بحول الله بتوقعات أحوال الطقس لهذا المساء 25 أبريل، حيث من المتوقع أن تعرف مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسطة نزول زخات مطرية رعدية على مستوى منطقة مزميز وكندن وكذلك تبانت وكذلك منطقة تنغير وأسول وإملشيل. ومن المتوقع كذلك أن تعرف بني ملال وتنفيت وكذلك زاوية الشيخ وخنفرة وميدلت وكذلك والمس وإفران وسكون ممتاز ومكناس والخميسات وفاس. أن تعرف هذه المناطق نزول زخات مطرية رعدية وذلك خلال الفترة المسائية من هذا اليوم. وفيما يخص المناطق الشمالية من المغرب بحول الله، فمن المتوقع أن تعرف سيدي سليمان كامنة وكذلك تابودة وزن وكذلك تاونات تابنول وأساكن ولا لاميمونة وكذلك شفشاون تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية رعدية وذلك خلال نفس الفترة من اليوم. بالنسبة كذلك متابعينا الكرام للواجهة الأطلسية للمغرب، فمن المتوقع أن تعرف أجواء صافية على مستوى الخط الرابط ما بين الدار البيضاء وكذلك منطقة الصويرة كما يوضح لنا هذا النموذج. ومن المتوقع كذلك إن شاء الله تستمر الأجواء في الاستقرار على المستوى على الجنوب الشرقي للمملكة كما يوضح لنا هذا النموذج. بالنسبة للأقاليم الجنوبية، فمن المتوقع إن شاء الله أن تعرف أجواء صافية مع احتمال هبوب رياح شمالية غربية قوية على مستوى السواحل الأطلسية الجنوبية وكذلك على مستوى المناطق الداخلية. هذا فيما يخص حالة الطقس اليومي الخميس متابعينا الكرام في كل مكان. بالنسبة كذلك للساعات الأولى من ليلة الخميس، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء في الاستقرار على مستوى المناطق الجنوبية مع احتمال جلب الزخات المطرية على مستوى الراشيدي وكذلك أرفود وكذلك منطقة قلميمة كما يوضح لنا هذا النموذج. بالنسبة للمناطق الشمالية، فمن المتوقع أن تعرف أجواء صافية بحول الله وقوته. هذا فيما يخص يوم الخميس متابعينا الكرام. بالنسبة كذلك ليوم الجمعة القادم، فخلال الفترة الصباحية من المتوقع إن شاء الله أن تعرف المناطق الشمالية من المغرب أجواء صافية على مستوى معظم المناطق المذكورة. وبالنسبة كذلك لفترة بعد الزوال، فمن المتوقع إن شاء الله أن تعرف تعلى وكذلك تازة وسكون ممتاز وإفران وكذلك ميسورة وكذلك منطقة ميدلت وكذلك تنفيت الريش كرامة إملشيلة وكذلك أسول قلميمة وكذلك تنغير تبان تازلال الميترا قدير وعشيبة وكمد وأبزميزة تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية رعدية وعاصفية وذلك خلال فترة بعد الزوال يومه الجمعة. وبالنسبة كذلك للجنوب الشرقي للمملكة، فدائما أجواء مستقرة على مستوى هذه المناطق بحول الله وقوته. بالنسبة للمناطق الجنوبية، فمن المتوقع أن تعرف كذلك أجواء صافية ذلك خلال نفس الفترة من اليوم. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. بالنسبة كذلك لليلة الجمعة، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل نسبي وتدريجي في المستوى على مستوى المناطق الشمالية والوسطى وكذلك المناطق الجنوبية تالي المملكة.